سوف نأخذكم برفقتنا في تجربة جديدة من عالم التوصيل، عبر رحلة مليئة بالسهولة، السرعة والإبداع. اليوم اونفالونسي ان شاء الله لو لونسمون نتاع دي ولايه من اللي ديمارينا بان بيرو صغير، دوكا الحاله راهي تكبر والانتربريز راهي تكبر. هنا التزام انه نتعاونوا مع المنظمه الوطنيه لحمايه المستهلك والمنظمه الوطنيه لحمايه المستهلك في التجاره الالكترونيه، انه نلتزموا بالتزام التزام شخصي من عندنا انه لن نتعامل مع اي تاجر الكتروني ومش راح نسهلوا اي عمليه بيع عبر الانترنت اللي تقدر تعرض ان كليون ولا تعرض انسان انه يتم النصب عليه في حال الشراء عبر الانترنت. السلام عليكم. اليوم كنت معنا في ليفانمون دو لونسمون دو بليزيور ولايه تاع وي ديليفري ملي ديمارات شركه صغيره. دوك الحمد لله رانا في 10 ولايه، وباذن الله من الله نهايه 2024 راح نحاولوا نغطيو اغلب ولايات الوطن. اليوم وقعنا اتفاقيات بزاف مع شركات اخرى، اهم اتفاقيه انا نشوفها الاتفاقيه مع المنظمه الوطنيه لحمايه المستهلك، الاتفاقيه اللي كان فيها التزام من طرفنا انه نكونوا بجانب المستهلك الالكتروني باش نحاولوا نقصوا من عمليه النصب والاحتيال اللي راهم يصراو عبر الانترنت. شكرا لحضوركم وبارك الله فيكم. كانت المنظمة الجزائرية لحماية إرشاد المستهلك يعني كثير من المساعي لتنظيم يعني سوق التوصيل وشركات التوصيل في الجزائر، آخرها كان اجتماع من أجل دراسة مطالب هذه الشركات ومعيقاتها من أجل تقديم خدمة في المستوى للمستهلك الجزائري. من بين الشركات اللي أثارت انتباهنا هي شركة ويوي، والحمد لله كل ليلة يعني تواصل معها بهذه الشراكة اللي تضمن للمنظمة في حالة توجيهها للمستهلك للثقة في هذه العلامة والتعامل معها، أنه في حالة حدوث خلل ولا إشكالية هذه الشركة ستتم بالتكفل بمعالجة هذه الشكوى خلال ظرف قياسي وترضية المستهلك مباشرة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.